شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتله الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي هلا سألوا، ومع صاحب الفضيلة في هذا فضيلة الأستاذ الدكتور كمال بوزيدي. حياكم الله دكتور كمال، أهلا وسهلا. إذا يجيب عن أسئلتكم إن شاء الله بعد بيان موضوع اللقاء وعلى أرقام الخدمة التي تظهر أدنى شاشة بين الفينة والأخرى. أيها الأحباب الكرام، الصبر هو الزاد والقوة والعتاد، يحتاجه المريض في شكواه والمبتلى في بلواه والداعية إلى الله في دعوته، تحتاج إليه المرأة في بيتها والأب في أسرته والمعلم في مدرسته وطالب العلم في دراسته والموظف في إدارته والتاجر في محله والعامل في خدمته. وقد جعل الله تبارك وتعالى الصبر نصف الإيمان كما في الحديث الشريف. فضيلة الدكتور كمال. نعم، شكرا أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو ضياء، بمعنى أن الصلاة نور ولكن الصبر أعظم وهو ضياء، لأن الإنسان ما عليه حد لكي يقيم الصلاة إلا بعد الصبر. ولهذا نجد كثير من الناس لما يريدون الصلاة لابد لهم من وضوء، لابد لهم من غسل، من كان على غير وضوء أو من كان على جنابة لابد أن يغتسل ولابد أن يتوضأ، وهذا يحتاج إلى صبر، صبر خاصة في الشتاء وخاصة في البرد، تحمل ذلك البرد وتحمل ذلك يعني الوضع. فهنا نقول بمعنى الإنسان يلزمه هذا الصبر. والصبر كما هو موجود في القرآن الكريم يعني قد ذكر في عدة مواطن، يعني الصبر دائما يذكر أحيانا مع الصلاة، ويذكر كذلك وبشر الصابرين بمعنى بالإطلاق. والصبر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هو واصبر، فلا بد الإنسان. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا وليس هو الوحيد الذي يصبر، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعني اصبر على هؤلاء، واصبر على المحن، واصبر على الفتن، واصبر على الأذى، واصبر على دعوتك حتى تنجح، لا بد لك من الصبر. ولذلك يقول بمعنى أن الفرج يأتي بعد الصبر، يعني الفرج يأتي بعد الصبر، يعني بعد كل صبر يأتي الفرج. ولذا الإنسان أحيانا يقلق، يعني بمعنى أنه يستعجل ويبدأ يقول يعني طالت المدة تاع الفتنة، طالت المدة تاع المرض، طالت المدة تاع بعض الناس الذين لم تقضى حوائجهم إلى غير ذلك. ولكن فإن مع الصبر الفرج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن يعني اليسر يعني بمعنى هو دائما الغالب، فلن يغلب عسرين اليسرين عسرا، ما يغلبش العسر يغلب اليسرين. فلهذا الإنسان في هذه الدنيا يلزمه الصبر، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا قال: واستعينوا، يعني بمعنى أن الإنسان يلجأ إلى ماذا؟ إلى الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا الصبر موجود في القرآن الكريم، واصبر صبرا جميلا، والصبر هذا لابد يكون صبرا جميلا، مو الصبر بمعنى يتبعه الأذى أو يتبعه بمعنى يعني الإنسان الشكوى إلى غير ذلك. فالصبر لله، يعني الإنسان يتحمل هذه المشاكل وهذا الأذى وهذا المرض وهذا بمعنى الفقر إلى غير ذلك، هذا كله لله. والله سبحانه وتعالى يأمرك بمعنى أن الإنسان يلجأ إلى الله، لما تكون أنت في هذه المحن أصبر وارجع إلى الله. لهذا قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني الصبر والدعاء،
يعني لأن الصلاة كلها دعاء. فلهذا يعني الأصل في أن الإنسان يبتلى، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قد يعني تكرم علينا أن الامتحان مفروض الامتحان الإنسان لا يؤتى بال يعني بالأكل والشرب ولا غير ذلك، وإنما المفروض أنه عنده امتحان يعني لابد أن يتجاوز هذا الامتحان من غير أن يقدم له شيء. وهذا شفتوا في البكالوريا يعني في الأهلية في كذاك المدرسة يعني الابتدائية يعني الشهادة الابتدائية، لما إنسان يمتحن لا يقدم له الأكل ولا يقدم له الشراب، وإنما عليه أن يجيب الامتحانات مفروض هذه في الدنيا، بما أن في امتحان لا يقدم لنا ربي هذه النعم هذه اللي تشوفوا، ولكن هذا فضله سبحانه وتعالى سبحانه. وكان فضل ربك عليك عظيما، يعني الفضل تاع الله هو ولولا يعني نعمة الله علينا سبحانه وتعالى يعني شوف ما رانا كما رانا. فهو نحن في امتحان، رغم ذلك أن الله يطعمنا ويسقينا ويلبسنا ولغير ذلك. فالإنسان في هذه الدنيا إذ ما عليه إلا بالصبر، على أن الدار امتحان دار ابتلاء، مش دار بأنت تاع سعادة، سعادة في الآخرة، سعادة في الجنة، مش سعادة هنا، هنا سعادة، هنا دار، لأن الله دائما يقول ونبلوكم، دائما ونبلوكم ليبتليكم، يعني في الدنيا ابتلاء، ما فيهاش بمعنى كما يقولوا فرح دائم، ما فيهاش حزن دائم، كانش الدنيا هذه رانا في الامتحان المشيوه حتى نخرج منها نخرج. فالإنسان اللي ينجح في الامتحان يعطى الشهادة يوم القيامة، لهذا ربي قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. ويوم القيامة كذلك المؤمنين الذين بشروا بالجنة يوم القيامة يقول يعني ها أم قرأوا كتابية، يعني الشهادة أنا نجحت أنا ربحت أنا ربحت، شوفوا كتابي قرأوا كتابي أنا ربحت، النتيجة تاعي الجنة، راني ربحت أيها الناس شوفوا كتابي أنا نجحت، ها أم قرأوا كتابية. علاش؟ إني ظننت أني ملاق الحساب، لأن عرفت بأن يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى موجود وهو الذي سوف يعني يجزي عن عباده الصالحين الذين عملوا الصالحات في هذه الدنيا. فاحنا نقول إذن ما علينا إلا بالصبر في هذه الدنيا، والصبر على الابتلاء والصبر على المرض والصبر كما يقول على البلايا والصبر على كثير من المشاكل، لابد الإنسان يصبر. وهذا الصبر يعني الإنسان لما يصبر ربي يخلصه، ما ظنوا بمعنى أن لما الإنسان يصبر يعني بمعنى يروح هكاك، لا، ربي سبحانه وتعالى سوف يجزيك عن الصبر تاعك هذا. لهذا قال وبشر الصابرين ويرزقهم عوض، واش بشرهم صابرين، لابد الانسان صابر. هذا الصبر الوحيد اللي ما عندوش جزاء، ما عنده صابر، يعني بشر الصابرين هذا الصابرين هذوما انما يوفى الصابرون واش بغير حساب، ما عندكش يعني كما نقولوا الشكا بلون ما تعرفش كحال، ما كانش ما قالش 100,000 ولا مليون ولا كما قال يعني في الايات اخرى، يعني بمعنى عندك 700,000 مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل، ولا لا محمد في كل سنبلة 100 حبة، سيدنا 700 فسبعمائة والحسنة كذلك بأمثالها 10 بـ10 أمثالها إلى ها فيها يعني اسم. ولكن الصبر لا، الصبر والصوم، الصوم قال ربي سبحانه وأنا أجزي به، ما عرفناش شحال يجزي به الرسول بشرنا صلى الله عليه وسلم في الصوم، قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولكن الصبر كذلك إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، ما عندوش حساب عند ربي سبحانه وتعالى الصبر هذا، ما عرفنا كيف يخلصك ربي، يخلصك في صحتك، يخلصك في ولادك، يخلصك ما يقوله في دينيتك كذلك، يفرحك، ينحلك مشاكل، ينحلك بعض الابتلاءات، ينحلك بعض الأعداء، يعني يوم الناس يتربصوا بيك لهم يخطوا لك ربي يدافع عليك، ما تعرف صابرين عندهم أجر عند ربي سبحانه وتعالى عظيم جدا. فلهذا نحن نقول في هذه الدنيا هي الدنيا يعني بالصبر، لازم نصبر كثيرا باش الله سبحانه وتعالى يجزينا كذلك جزاء كثيرا وعظيما. فلا نقلق وما نعودوش بعنتها، لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم العجوز اللي مات لها وليدها وعند القبر مر عليها قال يا بنتي يعني يا آمت الله اصبري، يعني صبري وأجرك على الله سبحانه وتعالى وعظم الله أجرك إلى غير ذلك. فهي ردت له رد شنيع، قالت له بمعنى وكان نروح عليا حمارك كما يقولوا خليني طرونك، كان ابتلاك ربي بما ابتلاني ما تقوليش الكلام هذا، روح خليني. امشى صلى الله عليه وسلم لما مشى صلى الله عليه وسلم الناس قالوا لها اسمعي يا امه ما تعرفي شكون هذا، قلت شكون هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي غلطت 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 في حق النبي، راح تجري عنده
قالت يا رسول الله اسمحني ما عرفتك اسمحني 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 ما عرفتك يا رسول الله. قالت عندي ربي صبرني صابرة. قال خلاص إنما صبروا عند الصدمة الأولى، صبر في الأولى بشي درك خلاص خرجتي واش عندك. أكي الإنسان لما يموت له واحد ولا حاجة بدي يقول بعض الناس عندهم 10 أولاد ما داله والو وأنا عندي غير واحد داهولي. بعض الناس يقول ربي شافني غير أنا وعود يقول واحد آخر كيف كيف أنا نصلي ونزكي ونحاج ونصدق وكذا وهكذا ربي سبحانه ما رحمنيش ودار لي كذا وأعطاني كذا وبتالني كذا. يعني شغل يحس بأن ربي حقره تالاه، يعني كيفاش أنا زعما أن نقدم خدمات لله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة لله وربي سبحانه وشوفه شو يدير لي، معناتها ويشكي أو يشكي بربي سبحانه وتعالى. ما صبرش من بعد في آخرتها كي ما يقدر يدير والو، خلاص عرف لي ما يقدر يدير والو، يقول صبروا لله وش نديروا هذه الدنيا صبروا لله، خلاص طفرت. قلت خرج وش كان في قلبك فرات، معناتها ما كان لا صبر لا والو لأن ما عندك وش حد يدير. خلاص الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند صدمة الأولى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسماء لشكون محمد قال صبيري لك الزوجة ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم سلامة، قال يا أم سلامة يعني صبيري وإن شاء الله ربي يعوضك يعني أفضل من هذا الزوج اللي مات وكذا وكذا. قالت يا رسول الله ما أشكيت. قالت راجلي هذا كي لويز ما نزيش نصيب يعني لويزة كما هو ومن خير من أبي ايه سلمة ما كانش. قال ما نزيش نصيب كما هو، يستحيل يا رسول الله نصيب كما راجلي هذا يستحيل لو يجيب لي رجال تاع الدنيا كل. قال معليش. قال عدي يا ربي باش يعطيك واحد خير منه. قالت ما شكيتش. يقولي ايش خسرتي انتيا ها قولي الرسول يقول قولي ما خسرتي والو. فقالت كما قال عنه مخلوفني في مصيبتي خير منها يا ربي بدني خير منها. فإذا به يجي الرسول صاحبه ليتزوج بها. ومن بعد الرسول قال لها يا أم سلامة واش رأيك راجلك خير ولا أنا خير؟ قالت لا لا يا رسول أنت خير. قال شفتي قلت لك في الأولى دعي ربي سبحانه وتعالى يعطيك خير منه ها وجاب لك خير منه وأنت يا كنت تتكبري وتقولي بلي ما كانش يزيد ما نزيدش نشوف حتى راجل ما نصيب حتى راجل كما هو وكذا ولا غير ذلك. ها ها ربي جاب لك خير الناس وخير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان يصبر ودائما في المصيبة يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، الجامع يجيب لي خير منها وربي يبدل لك ان شاء الله السوء هذا اللي يصاب به الانسان في الدنيا باخير منه يعطيها ربي يعوض له بافضل من هذا بكثير. فلهذا احنا ما نيأسوش من الدنيا، ما علينا فقط نصبر. يطول الصبر احيانا وحنا يجي يكون خفيف. هذا هو هذه هي الدنيا مرات هكذا ومرات هكذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى باش يرزقنا الصبر في الدنيا آمين ويرزقنا الشكر له سبحانه وتعالى وربي يوفقنا ويوفق الجميع. اللهم آمين. شكر الله لك دكتور كمال بارك الله فيك على بيان موضوع هذا العدد. إن شاء الله نبدأ في استقبال المكالمات دائما على أرقام الهاتف 021-39-343-043-021-37-42-87. مع من نبدأ إن شاء الله؟ من ولاية سطيف مع السائلة ليندا. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير الشيخ، عندي سؤال. تفضلي يا ليندا. نعم. أنا عندي الأب بتاعي عنده عام ونص ما يتوفى رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين يرحم أموات محمد، وخلى دراهم في الكوم. نعم. ودوكا كي بغينا نجبدوهم انا ما عنديش خاصي دراري في كره، قالوا لنا لازم الورث يورثوا فيكم ولاد عمامكم، وانا عندي عمامين متوفيين قبل الوالد تاعي. اها اها دوكا الشيخ كي تقصي الامام جامع كل شيء قال لي عمامك متوفيين قبل الوالد تاعك ما يديوش ما يلاقوش في الاب تاعك، وكل موثقين هنايا في الولايه تاع الطيف ما حبوش يخدموا لي الفريضه. وكنا الشيخ واش هو الحكم هذا؟ واش خلى الولد واش خلى اللي مات بابا؟ خلى البنات برك. ايه ايه كاين ولاد عمها. قالت لك سقسيت قالوا ما يرثوش خاطرش. لا لا ولاد عمك موجودين ولاد عمك. هاي تقول لك سقسيت الامام قال لها ما يرثوش الا كون والديهم ماتوا قبل. لا لا خلى ولاد عمك، ولاد عمك كاينين. كاينين خلاص مالك تقسيط قالوا لعمامك متوفين قبل. خلينا مع عمامك، عمامك ما يورثوش خلاص راهم ماتوا نحوسوا على ولاد عمك. كاينين خلاص مالك خلى البنات ولاد العم. ولاد العم هما اللي يورثوا يا ليندا. هما اللي يورثوا مع البنات.
الان اولاد عمك واش راهم يقولوا؟ كاينين هما الله يبارك في حداش، وحنا ما نعرفش شحال خلى الباب تاعي في الفرش تاعو الشهريه تاعو، دوكا كاينين اللي تمحو وكاين اللي ما تمحوش. ولكن لازم الفريضه هي اللي تكون، يعني هذه لازم الفريضه. هي الفريضه هم. وانا الشيخ انا الباب تاعي كان في فرنسا، فرنسا رفضوا لنا الولاد العم، قالوا لك نستعر نتمنى نستعرفوا غير بالزوجه، ولا كاينه زوجه واحده اخرى وعندها الاولاد نستعرفوا بهذه الفريضه بغير ولاده ومرته، ما نقبلكمش فريضه تاع خالتي وورطوا فيه. نعم، القانون الفرنسي ما عندوش الميراث، عنده توزيع المال. صح، بعثناها الفريضه الاولى، بعثناها خدمتها وبعثناها رفضوها لنا الشيخ. شكون اللي رفضها؟ يقول في فرنسا رفضوها لنا، قالت لك نحتاجوا الزوجه وبناته، دخلت ما عنده زوجه واحده اخرى. لانه دخلتوا فيها اولاد العم. هي دخلنا فيها اولاد العم ورفضوها لنا. شحال عندها هذه؟ شحال؟ عندها وحدة خمس شهور بعد ملي بعثناها الشيخ. خمس شهور؟ ها ست شهور ملي بعثناها له. أنا الوالد تاعي عنده عام وسبع شهور ملي توفى. المفروض أن يعملوا بها محمد بالفريضة تاعنا. فرنسا تعمل بها كل بويزي. ولكن دخلوا فيها أولاد العام اللي رفضوها. يعني هذيك. نعم، ولو الموثق ما يقدرش يخرجهم. نعم. اها قال لك لبنان ما حطوش موثقين تاع الولايات العربيه وكل ما بغاوش، وكنت تقصي في الايمان تاع الجامع، قال لي كي نولي في الشرع انا العلم ولله ما نعرف ما نعلمش، بصح قال لك نولي في الشرع مادام عمامك متوفي من قبل الوالد تاعك ولادهم ما يوثقوش والعلم ولله. هذا ولد العم، خلي ولد العم. لا ليندا ربما فهمتيش الشيخ، مادام كاين ولاد العم يرثوا فما بقي فلاولى رجل ذكر، وهذو ولاد عمك هما اللي اولى، هذو هما العصبه هما الاولى. صح الشيخ في فرنسا رفضوها لنا. هذا اشكال اخر، هذا الاشكال الان في الفريضه. هذا اشكال اخر، لازم الخبراء في القانون يفهموك كيف يكون تسويه الموضوع. لازم تشوفي خبره يعني قضائيه اللي تقدر تساعدك في هذا الموضوع. من الناحيه الشرعيه، من الناحيه الشرعيه قال لك الشيخ ولاد العم ورثهم الله تعالى، يعني راهم اصحاب حق. وهي شهريه بابا ماشي يعني الوقت تاع جدي ولا شهريه. نعم، هذاك المال اللي راه في البنك ما تقدروش تجبدوه الا بالفريضه. نعم بالفريضه. هذه هي اختي ليندا. صح، ولاد العم، ولاد العم مذكور اقول لهم، ما يدخلش البنات ولا. نعم مذكور، فاهم اقول لهم مذكور، نص قبل ونص سمح ونص لا. لا لا اقول مذكور ما يورثوش البنات، بنات العم ما يورثوش. ها العم بنات العم ما يورثوش، يورثوا غير ذكوره ابن العم. هما الشيخ البكتا مش ذكوره وحدهم برك، راه الله يبارك راهم في 11. هذوك يورثوا. كنا منهم سمحوا لنا منهم ثلاثه، بصح ثمانيه الاخرين ما بغاوناش، وفي فرنسا كي درناها وبعثناها رفضونا تماما، قالوا ما نستعرفوش بها، نستعرفوا ببناته الزوجه تاعه، ولا كاينه زوجه ثانيه وقالوا ما نستعرفوا بها. واضح يا ليندا، ربي ييسر لكم ان شاء الله الامر هذا ويسهل لكم تجدونه من الصعوبات ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك. الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امينه من ميلا. الو مساء الخير. مساء النور امينه، اهلا وسهلا. بك يا يجيك. حبيت نسقسي الشيخ سؤالين. تفضلي. السؤال جيب فضلك، السؤال الاول انا عندي برك خمس سنين زواج، قبل ما نتزوج بغيت نصلي صلاه نورمال، نديروا الوضوء الاكبر، من بعد الزواج انا شعري طويل بزاف بزاف، والزوج تاعي ما يسمحليش اني نقصه، وانا كنت حابه نقصه وخفت نقصه سرق علي ويصراو مشاكل، والوضوء الاكبر يجيني صعيب بزاف اني نروي الشعر هذاك ونعاود نشفو. وكيفاش قالت لي العجوزة تاعي ومرة قاتني كل من مرة نربيه نربيه، ولا قالت لي ما تزيدش تربيه حكميه الفوق وربي غير الجلدة تاع شعرك، وانا كشغل راني نصلي وخايفة دي فوا نقول بالك غالطة، بالك عندها الحق، بالك نقصو بالسرقة عليه، ما لقيتش حل. إلا كان جايزة ليا اني نربي غير ما نرويش شعري كامل ولا لازم يروى كامل. نعم هذا السؤال الاول. واضح ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال الثاني. والسؤال الثاني كي يؤذن الاذان الفجر
ونوض نصلي والاغلبيه يقولوا لنا صلي ودرك انا زوج شغل يلقاوني كما يأذن نوض انا نتوضا ونصلي يقولوا لي ماشي هكذاك شغل خلي تفوت ربع ساعه نص ساعه مور الاذان باش تصلي وانا عندي الاولاد وعندي باه نبكر نوض شنو ما نقدرش نزيد نطول في الصلاه نخلي نص ساعه ونعاود نرقد ونعاود نزيد نوض على السته اسكو نورمال ولا لازم نخليه ربع ساعه نص ساعه باش نصلي صلاه الصبح مور الاذان نعم ها بارك الله فيكم شكرا مع السلامة أم فادي من سكيكدا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال بغيت نسألكم تفضلي أنا يا أم لثلاث أطفال زوج توأم عندهم عام صغيرين يرضعوا وراني بالحمل لمدة 28 يوم راني بسبب الشغل كثرة الشغل وكثرة الانشغالات وكثرة راني مجري مورا للعمل وكل شيء راني عدت ما نصليش عندي شحال وانا ما نصليش صلاتي تقريبا بشهر بشهرين ما قدرتش نصلي لا غالب انشغالات مفرطة في زوجي مفرطة في امور بزاف شرعية واهم راني نسأل اذا نقدر ننزل هذا الحمل حتى على الاقل يكبروا ولادي شويه يعودوا يحبسوا الرضاعه ونقدر نزيد نهز خاطر خلينا نقول الله اعلم كيفيه خاصه الصلاه راهي غايبتني بزاف ما نقدرش نصلي في وقتي واحيانا ما نقدرش نصلي خلاص من كثر الانشغالات والجري وما نعرف اذا نقدر ننزل هذا الحمل قبل ما ينبض قلبه قبل ما تزرع فيه الروح ما نعرف نشوف الشيخ حاله طيب ام فادي يعطيك الشيخ نصيحه ترك الصلاه راه ترك الصلاه راه من الكبائر راني مريضة بزاف عندي أمور بزاف تمنعني إني نهز بالحمل عندي نقدر ندوق ولادي قد يروحوا للنار قد يروحوا الخطر نسقي الدم عندي أمور بزاف خطيرة في الحمل تاعي تما خطير أكثر ما تتصور راني حتى كي ندوق مع ساكنة وحدي يقدروا الدراري يروحوا يتحرقوا لي ما فهمتش كيفاه عندي راني في أزمة عندي غير رب العالمين يعني ربي يفرج ويرفع ضرك إن شاء الله إن شاء الله واضح إن شاء الله نعطيك التوجيه والنصيحة من طرف الشيخ إن شاء الله شكرا مع السلامة طيب دكتور نبدأ الإجابة إن شاء الله بخصوص التوضيح ليندا من الصيف أن لما تلحق الفرائض بأهلها فما يبقى فلي أولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني بمعنى أن الإنسان لما يتوفى سواء ذكر أو أنثى معناتها سواء توفى الأب كما هي ولا توفى الأم ما يهمش احنا المهم لما نقول ما نقولوش احنا نقولوا راجل توفى او لا مرأة توفت ما نقولوش الاب توفى ولا الام توفت تاركه ما نسميوش اسماوات احنا نقولوا راجل مات واش خلى؟ مات وترك كما نقولوا احنا مات وترك ما عرفنا شيء ما ذكرتناش زوجه ولا يعني ما ما ذكرتناش اذا كان زوجه ولا ما شاء الله اعلم المهم البنات والزوجه ولا موجوده بما ان البنات ما يغطيوش التاركه في هذه الحاله الله سبحانه وتعالى نقلها ما بين البنات زاد ذكورة لأقرب لأقرب كما قلنا الميت شكون هما هنا في هذا التسعير هما ولاد العم ما يهموناش حنا نهمون عمهم ماتوا خلاص خلى ولاد العم مادام كان ولاد العم لما توفى هذا السيد هذا خلى أبناء خوه ولاد خوه خلى نعم هي تقولنا بنات العم هي خاش عمومها تقول هكذا بصح أنا اللي مات راجل واش خلى؟ خلى ولاد خاوته ما خلاش خاوته خاوته ماتوا قبل منه إذ مسح كيما هو خلى ولاد خاوته ابناء الاخ هي شفت واش قالت لنا ابناء الاهم شفت كي نعود نسمو نهفوا نعود نقولوا وليد العم ماهوش وليد العم هذا مات خاوته ماتوا قبل منه خلى ولاد خاوته اذن بما انه هذا السيد لما توفى خلى بناته وخلى ولاد خاوته وخلى لعل زوجته مانيش عارف اذا كانت حيه ولا لا لا المهم ما دام كاين البنات يدوا ثلثين لان بالك تعرف استاذ محمد تعرفها زائد ولاد الاخ نعم. أبناء الأخ هذه اللي هما ذكورة ماشي بنت الأخ لا عدم وجود ابن أخ على ما كانش المذكر ما كانش معصب اللي هو ذا كون خلى ولد ذكر يحرم هذا الولاد الخاوة يحرمهم كل يعود يدو غير البنات وأخوهم ولا البنات وخاوتهم مادام ما كانش كاين البنات كاين ابن الأخ هذو خاش هما يسموهم عمومنا حنا يهفونا يقول لك ابناء العم ولا عموم يهفونا هذه نقولوا ما تسموش يقولوا لنا لا لا هذا ولو كان باباكم قال راجل مات واش خلى؟ خلى زوجه بنات وابناء الاخ هذا اللي توفى فالانسان الاخ اخوه قلتي ماتوا
العموم هذا ماتوا قبل خوهم، اذا خلى ولاد خاوتو. اذا هنا الذكور من الاخوه ابناء اخ، ماشي بنات اخ، ابناء ذكوره ابناء اخ يورثوا مع البنات، في هذه الحاله يورثوا مع البنات. فاحنا نقولوا اذا هذو هما الوارث الحقيقيين، دير الفريضه. والمعلومه اللي عندنا احنا بان فرنسا راهي تنفذ، راهي تطبق الفريضه تاعنا في بعض ذوك، مانيش عارف كيفاش. ماذا بينا احنا نشوفوا كاش محامي كما قلت محمد، امور قانونيه يجروا لهم عليها، يعني يجيبوا لهم حقهم منها. في هذه الحاله ان شاء الله يتوفقوا، لان جاني بمعنى من يوم عايشين تماتيك قال لك ما ينفذوا الفريضه تاعنا، اما ينفذوها لانهم تخلطت عليهم فرنسا، قال لك منا ومنا ومنا، قال لك خلاص في هذه الحاله انتم حاله تاعكم خاصه، فلما تجيبونا فريضه نفذوها وخلاص، نفذوها كما هي، لما تجي مع الموثق رسميا ينفذوها. هكذا واش جانا الخبر، بما انهم ما تقول لك ما في هذه الحاله اصبحت امور قانونيه. نعم. الدوله تاعهم، راه هذا هو اللي كان شيخ حماني رحمه الله عليه اللي كان يتخوف، شفت يتخوف من اصحاب اللي عندهم مثلا اللي قاعد في فرنسا ولا حاجه، يعني شوف يطبق عليه القانون الفرنسي، هذه ما يحملهاش، علاش قال الجنسيه ما تجوش؟ من فين هذا؟ وبكري كانوا يتوريزاو معناتها يبيع دينه، ماشي كيما اليوم، اليوم الحمد لله اللي حاب يعني ياخذ الجنسيه ما يبيع لا دينه ولا شيء، ولكن شوف لما يموت انسان يطبق عليه قانون فرنسا. نعم. شفت؟ لما يطبق عليه قانون فرنسا هنا تولي في مشكل. هكذا درت مشكل، دوك الاولاد ما داو، معناتها دوك الان لو كان بمعنى كما هي كتشوف قالت لك ولاد خوه ما يدوش، ولاد خو الميت ما يدوش، هاهم حرموهم وحنا عندنا يدو، هاهم ما كانش. في هذه الحاله حنايا نقولوا شوفوا ناس متخصصين في جهه القانون هم الذين يعني يحاولون كيف يعني ياخذوا لكم حقكم من فرنسا، لان كان طرق شوفوا، ولكن هذه مختصه. نعم. باهل القانون والله اعلم. بارك الله فيك. أمينة مميلة تقول أنا متزوجة من 5 سنوات، عندها مشكلة مع شعرها الطويل كثيرا، الزوج يعني يمنعها من قص الشعر ودلها يعني ضرر في الغسل. أي نعم. الآن هل لها أن تروي الرأس دون الشعر؟ دوك الآن احنا دوك الزوج هذا ما لازمش يكون متعسف. نعم. دوك إلا كان شعر طويل حتى لهنا، هذا واش ندير به المسكينه حتى لهنا؟ يضرها باش في حياه الغسل، ما لازمش يكون هو يعني متعسف، معناتها ما دام عنده حق فيها ما لازمش يعني يستعمل الديكتاتوريه في هذه القضيه، لازم يشوف مصلحه مرته، ما يشوفش مصلحته هو، شوف مصلحه مرته. نعم شعر المراه هو زينه المراه، هو زينتها هو شعرها، ولكن ماشي بدا الا كان بصح طويل غير لهنا برك محمد الله ماشي حاجه كبيره. نعم. ها عنده الحق في هذه الحاله، ما تكونش كما نقولوا طويل، ماشي طويل، هي يشوفه طويل ولكن هو واش طويل، فهذا نقول لا. ففي هذه الحالة احنا ما عرفناش الطول تاعها، واش هو الطول تاعها ما عرفناش. المهم احنا لما تغتسل تغسل بقدر المستطاع واش تقدر من شعرها، المهم يعني توصل حتى وين كان وين يوصل، هذا هو الأصل، لأن كل شعرة بمعنى فيها كما نقولوا فيها حكم، ولذلك احنا ما جابين الماء يمس الشعر، يمس الشعر، ما لو كان جا مربوط نقولوا حكي لهم واحد اخر كيما العروسه، علاش يجي العقد يسمحوا لها بعض الفقهاء، كان العروسه عندها حكم خاص، ولكن لما يكون انسان عادي مثلها هي تلحق الماء بقدر استطاع وين قدرت، وين قدرت توصلوا. طيب سؤال ثاني كان عن اذان الفجر، قالت تصلي مباشره بعد الاذان، هي تقول انكروا عليه وقالوا لها لازم تتركي ربع ساعه من اجل اقامه الصلاه. هادو الناس يقولوا لك هكذا، هادو الغرب الله يهديهم، راهو ما يمنوش بالرزنامة تاع الدولة سيدي محمد. نعم. راهم يديروا دعايات ويديروا فتن للناس بأن الأذان تاعنا ولا الوقت تاع الأذان تاعنا يقول لك ماهوش وقته، لازم بعد رانا نأذنوا معناتها قبل الوقت بربع ساعة ولا بنص ساعة، هذا علاش قالوا لهذا الكلام هذا؟ فنقول لهم لا، هادو الناس غالطين، راهم يديروا فتن في المجتمع، وهذا بمعنى راهم يديروا كما نقولوا خلط للناس بلبلة للناس. فنقول لهم يعني تعرفوا يعني الرسول قال الفتنة نائمة لعل الله من أيقظها، هذه فتن يعني باش يديروها في أوساط المسلمين حرام عليهم. احنا نعرفوا بأن الحكم الشرعي أن أهل الاختصاص هم اللي يتكلموا ماشي احنا، احنا وين نعرفوا الفرق احنا؟
وين نعرفوا كيفاش ترقد الشمس وكيفاش تنوض وكيفاش يكون الخسوف وكيفاش يكون الكسوف، وين نعرفوا هنا؟ يعني اهل الاختصاص كان علماء، هذو العلماء هما اللي وضعوا هذه الخريطه وهذا النظام وهذا الجدول، داروا هذا الجدول تاع الصلاه في كل العالم وكل مواقيت الصلاه داروها هما العلماء متخصصين، يعني بمعنى خاصه اليوم عندهم الات متقدمه جدا، يعني يعني كما نقولوا ثانية يعرفوا كيفاش تجوز الشمس وين تروح. وانا نجي نعرف خير منه، نجي نفتي له نقول له الشمس ما طلعتش ولا هبطت ولا رقدت ولا ما جاتش، وانا نعرف خير منه هنايا. حنا نستعينوا به، هما اللي يقولوا لنا، حنا يقولوا لناها وقتاش ترقد الشمس نبنوا عليها. بالرغم من ذلك ان الوقت بمعنى تاع غروب الشمس ولا تاع دخول الفجر راهي بمعنى زادوا لها 3 دقائق زياده على سبيل الاحتياط، زادوا لها 3 دقائق زياده على سبيل الاحتياط، بمعنى باش نقولوا رسميا يعني دخل 100%. فنقول للاخت الكريمه ما تسمعين حتى الوحد في هذه الامور، ما تسمعي لهمش، عندك وقت غير ياذن، يخلص الاذان جيب الدعاء تاع الاذان، ومن بعد عندك الحق اتوضاي وصلي الفجر وصلي الصبح وروحي ترقدي على روحك، بمعنى انت راكي مسؤوله على اولاد وعندك مسؤوليه. ففي بدايه في اول وقت غير يخلص الاذان جيبي اذان تاع جيبي الدعاء تاع الاذان، روحي توضاي كما قلنا وصلي ولاباس عليك ان شاء الله، وما تسمعيش هذا علاش نسنى نص ساعه ونسنى واله. معنا اتصال من المانيا، سميره تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك. بك يعيشك خويا. حبيت نسقسي الشيخ، عندي الزوج تاعي يعمل في مؤسسه وهو المسؤول عن العمال. كاين واحد غاب على العمل، مال المدير يعني عمل هضر مع زوج تاعي شغل قال له هذا العامل هذا غاب لازم توفر لنا عامل، راح زوج تاعي عمل في بلاصتو ومن بعد حلف عليه قال والله ما نزيد نردو والله ما يزيد يخدم. بعد جاب خالته يحللوا فيه قالوا له ردوا عنده تما عائله يصرف عليها وعنده مصاريف وهذاك، زوج تاعي حلف كيفاش يدير؟ اسكو يردوا ولا؟ نعم. اها وعندي سؤال ثاني لو سمحتم. تفضلي. نعم. نعم يا سميرة. كاينين زوجي الحمد لله عامل وعنده تما لي بابي تاعو، عنده بيت تما مأجرو هادي زمان، قبل ما يتزوج كان يخبي دراهم تاع الدراري تاع الحراقه هكا، كانوا دراري جزائريين عايشين تما يخدموا، ما عندهمش وين يخبيو دراهمهم، يخبيو عنده دراهم وعنده قفخ هكا يخبي فيه دراهم، وكان يحسب هما يحسبوا وهو يحسب شحال يعطيوه، وكي يديو ثاني يكتبوا شحال داو، وكان هو ثاني دراهمو يخبي فيهم في القفخ هذاك. مالا هادو الولاد صاي سي بون داو دراهمهم كامل، عندهم دوك 3 سنين داو دراهمهم، واحد ما عيط واحد ما جا ما قال ما عنديش دراهم ولا دراهمي خليتهم عندكم ولا، بصح زوج تاعي لقى زايد لقى دراهم زايدين، وهو يقول انا خاطي تاعي واللي كان مخبي لهم دراهم خاطيهم، تما عندهم دوك 3 سنين واحد ما بان فيهم، واحد ما قال اني خليت عندكم دراهم ولا نسيت ولا بالك فوائد، يعني ترتبت فوائد عليهم. لا يعني هذا البنك هو اللي يعطيه مصدر هذه الاموال، يعني كيف جات؟ ماشي يخبي فيهم في الدار. يخبيهم في الدار. يخبي في الدار. لا هذو الاولاد ما عندهمش الاوراق، هما جزائريين ما عندهمش الاوراق، لا يخدموا بالنوار وكي يخدموا يجيو يخبيو عندهم الدراهم. المهم هذا وين يخبيو دراهم؟ المهم هو أمانة الناس مدها. نعم أمانة الناس مدها كاملة. مد لهم نورمالمون، مد لهم، وقلت لك عنده 3 سنين دوكا واحد ما جا ما قال اني عندي دراهم عندكم ولا، مازالوا مخبيين ما لقيناش كيفاش، يعني دوك نخرجوا عليهم باكت باسكو دراهم ماشي قلال، يعني شويه اموال زائده. كيفاش؟ نعم. كيفاش نخرجوا عليهم باكت؟ كيفاش؟ واضح يا سميره، ندير نتصرفوا معاهم ان شاء الله. واضح ان شاء الله خويا. شكرا، مع السلامه. مع السلامه.
أم هناء من البليدة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم لاح صحتك. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. تفضلي. تحياتي للشيخ جمال بليدة. الله يحييك أختي أم هناء، تفضلي. يسلمك. عندي سؤال على الزكاة. أنا عندي طفلة وزوج تاعي متوفي عنده 5 سنين. نعم. ونخرج وعندها حقها هي مخبيته لها، يوصل نصاب تاع الزكاة يوصل، وصافي أني سقسي إلى نقدر يعني 5 سنين ونخرجها منه. إلى كاين اللي قالوا لي ما تخرجيش، قالوا شي تاعك زعما تاع الطفلة. دوك أنا حبيت نفهم، أنا 5 سنين ونخرج، إلى نقدر نخرج ولا راني غلطة؟ وسؤال ثاني، أنا كي نخرج الزكاة نقسمها على شعب واحد، وكاينه وحده فقيره باش نمد لها صافي شويه، ماشي شويه بعيده زعما نتلاقاش بها، يبقى حقها مخبي ثلاث اشهر صافي. الى سقسي استاذ الى ايه ولا كيف هذا؟ نعم، يعني يبقى حتى الشهر بقى تعطيها وحده برك، الباقيه نعطيهم سمسم. نعم واضح، هذا هو السؤال الثاني. شكرا. طيب نضيف مكالمة أخرى معنا من خنشلة. مصطفى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واش حوالك مصطفى؟ لاباس؟ بخير الحمد لله. الشيخ واش حواله من تما؟ رحمة ربي الحمد لله. ربي يبارك فيك. عندي واحد المشكلة باغي نطرحها عليك. تفضل. الله يزيد فضلك. أنا دوكا خدمت في المؤسسة العسكرية، خدمت لي فترة مدة 8 سنوات. نعم. ومن بعد في الفترة هذه خرجت فيها مرض. واصل. نبيا. نعم. من بعد الفترة هذيك اللي خرجت فيها خرجوني فيها، من بعد دوكا راني نتقاضى في الشهرية. ما ناش نفهموا في السؤال يا كمال مصطفى. كراني خرجت وتقاضى في راتب. لا، خرجت من المؤسسة وراك تتقاضى الآن في راتب. يعطيك الصحة. نعم. ودرك راني نتقاضى في راتب. السؤال. قلت كراني نتقاضى في الراتب. نعم واضح. الآن السؤال، ما هو السؤال في الموضوع؟ السؤال أسكو الراتب هذا حلال أم حرام؟ هم على بالهم اللي خرجت ما خرجش. نعم. انت الان ماكش في وضعيه خدمه. مانيش في وضعيه خدمه. ها هو ما ديكلاراش هو بالك. الان وضعيتك تجاه المؤسسه كيف راهي؟ سي بو الفصل، سي بو خرجت. مادام يعني وضعيتك مسويه مع المؤسسه. ها؟ يعني عندك وضعيه مسويه يعني. مسويه ها ها. والمفروض يا اخي يوقفوا لك الراتب ولا لا؟ لا، البيت اللي مرض عندهم. مرض في المؤسسة بقى يتقاضى الراتب. يعني الآن أنت تتقاضى هذا الراتب بناء على هذا المرض اللي أصابك أثناء تأدية الخدمة. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نعم. هذه تنظيمات يعني المؤسسة الداخلية يعني هي اللي تمنح أفرادها مثل هذه الأشياء. يجاوبك الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، بارك الله فيك. شكرا يا مصطفى. طيب نوصل الإجابة دكتور بالنسبة لسؤال أم فادي مسكيك ده. تقول أنا أم لثلاث أطفال وهي حامل الآن، عمر الحمل هذا 28 يوم، تترك الصلاة يعني بشهر ما تصليش صلاتها. أول نصيحة لها على ترك الصلاة شيء؟ نعم، نحن نعلم بأن الصلاة هي ركن من أركان الدين، وركن بمعنى أعلى ركن بعد التوحيد، لأن فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، فمن أجل هذا أعظم مأمور به بعد التوحيد. أعظم بعد التوحيد، فلذلك يعني الصلاة تركها كبيرة من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. يعني كثير من الناس يتهاونوا فيها، لكنها هي من أكبر الكبائر. لذلك يعني شوف، من بين في واحد الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى أن الناس يعني في آخر الساعة يعني كل حاجة تترك، يعني الأمانة تروح، الصدق يروح، يعني صداقة تروح، ترفع، الزكاة ترفع،
يروحوا كل قرآن يروح كل شيء يروح، ما تبقى إلا حاجة واحدة اللي هي الصلاة. الصلاة اللي ما يسمحش فيها مولانا إنسان اللي ما يصليش الله سبحانه وتعالى ما يسمحلوش في هذه الدنيا، لابد الإنسان يصلي، لأن الصلاة راهي علاقة بينك وبين ربي سبحانه وتعالى. ولهذا ما سمحش في أي إنسان باش يترك الصلاة من أجل المرض، يعني بالرغم أنه مريض وراقد في الفراش رغم ذلك قال صلي بعينك، ولا ما تقدر تصلي قاعد صلي وانت مستلقي، ولكن صلي بعينك، صلي بالتيمم، ولا ما كاش الحجرة ما كاش يعطيك تيمم وما كاش يوضي لك صلي بلا وضوء هكذاك صلي مادام ما كانش لي على هذا اسمه فاقد الطهورين مثل محمد، مادام ما عندكش. ولكن رغم ذلك لازم تقعد العلاقة بينك وبين ربي، إلا الصلاة ما يسمحش فيها ربي، ما يسمحش فيها خلاص ما أعطى حتى رخصة، كلهم أعطاهم الرخص، الحج أعطاه الرخصة، الصيام أعطاه الرخصة، الصدقة الزكاة أعطاه رخصة، إلا هذه ما يسمحش فيها. التوحيد كلمة التوحيد رغم ذلك يخرج إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا محمد أعطاه رخصة باش يتكلم فيه، ولكن الصلاة لا ما أعطاش فيها رخصة والو. اجمع ما تقدرش تصلي في كل وقت، اجمع ما بيناتهم الظهر والعصر اجمعهم، مغرب والعشاء اجمعهم، ولكن صلي. ما تقدرش تصلي واقف صلي قاعد، صلي قاعد، صلي راقد متكسل صلي. ما تقدرش يعني تحرك راسك صلي غير بعينك بك، صور بك يعني كما قلت صور غير راك واقف راك راكع ولا غير الصلاه ما تخليهاش. ولذلك تشدد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني من حافظ على هذه الصلوات الخمس عند الله كان وحافظ على بركوعهن وسجودهن كان له عند الله يوم القيامة عهد أن يدخله الجنة، يعني عنده عهد مع الله سبحانه وتعالى يدبسه. أما لما يحافظش عليها أو عنده كما قلت وعد وربي، ولكن ربي سبحانه وتعالى هو يعني صاحب الشأن، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له، ولكن يستحق العقوبة إذا عاقبه يعني يستحقها. فلهذا احنا نقول إياكم ثم إياكم والصلاة، فإنها هي يعني من أعظم الأعمال يقدمها الإنسان، يعني فلهذا ما نتركوهاش ولو لحظة واحدة، فهي راهي آثمة راهي غلطة غلطة كبيرة جدا. وش راهي دير كي تترك الصلاة مدة شهر؟ راهي كانت في المغضوب عليهم، ربي كان غاضب عليها لتركها للصلاة، لهذا ما يحملها ما يقبلش ربي سبحانه وتعالى يترك الصلاة. فلذلك لابد تحافظ على صلاتها مهما كانت الأحوال، مهما كانت إلا الصلاة ما لازمش الإنسان يتركها. زيد على ذلك تشكي محمد يقول لك الحمل هذا تعبني ودالي مشاكل ودال كذا ودال كذا، تشوف روحها محمد، هي تشوف روحها اذا كان الحمل يعني عطلها وكشف راهي تتقيا وراهي تدير مشاكل من اجل، تشوف روحها اذا كان يعذبها ولا كان بمعنى يعني كما نقولوا في يوقعها في خطر ولا يوقعها في كما نقول احنا في تحمل مشاق اكثر يعني من اللزوم، تشوف روحها وتفهم مع القابله ما دامت 28 يوم. من بعض العلماء قالوا يجوز لا يجوز اسقاطه بعد شحال؟ بعد يعني 8 اسابيع، يعني 8 اسابيع ردوا بالكم يعني، ولكن جمهور علماء القدامى يقولوا قبل 4 شهور و10 ايام كما 4 شهور. فلهذا احنا نقول ولكن فتحذر، تشوف مع القابله تاعها، شوف اذا كان فعلا راهي اثر على فيها هذا الحمل هذا وما خلاهاش يعني غير لها حياتها كل، وحاول بمعنى يعطلها في امور كثيره ويجعلها معناتها في حرج كبير، ويعني ممكن تمرض وممكن حتى تهبل، ممكن حتى تهبل احيانا، فلهذا نقولها صحتك اولى، حافظي على صحتك، لا اولى صحتك اولى، ولترجع بينك وبين القابله والله اعلم. طبيب يعني؟ طبيب يعني قابله، اسمه طبيبه النساء. ايه نعم، لازم يعني خبره في التطبيق. خبره بالضبط. طيب الى سميره من المانيا تقول أن زوجها يعمل في مؤسسة ومسؤول عن العمال، تغيب شخص فطلب المدير أن يستبدل هذا الشخص بآخر، فقام هو بالعمل مكانه ثم أقسم أن لا يعمل مكانه ولا يرده للعمل. توسطوا الناس قالوا هذا راه محتاج يخدم ويعيل عائلة وغير ذلك. احنا نقولوا له دالوا على الخير كفاعله، انت الآن هذا غلط. نعم، بما أنه غلط وانت حلفت وأقسمت أنك يعني تقوم عليه العقوبة، وهذه العقوبة ادته إلى الطرد، والآن توصلوا لك ناس وأنت حبيت تردوا ولكن تقلقت وتحرش من القسم اللي حلفت، أنت حلفت قلت كيفاش، فنقول لك لا بالعكس ردوا
وهذا علاش وتعاونوا على البر والتقوى، خاصة عنده أولاد وعنده كذا مسكين وعايش في فرنسا وعايش في ألمانيا، وألمانيا نعرفوا بمعنى الحياة في الخارج حياة صعبة، اللي ما عندوش المادة اللي ما عندوش المال الحاج حياة صعبة، خاصة عنده أولاد وعنده زوجة وعنده كذا مسؤولية. فأنا نقول له لا لا، المسامح كريم أبدا، ولكن انصحوا وما تجيش تعمل هذه الطريقة هذه وكذا وكذا، معليش ولكن ردوا وكفر على الحين اليمين تاعك، يعني بمعنى وكل 10 مساكين، إلا ما عندكش صوم 3 أيام، ولكن أنت بما أن لاباس بك خدام لا لا، وكل 10 مساكين وأحنث وخدم هذا السيد، وربي يكون إن شاء الله عليه يكون أجر عندك إن شاء الله عند الله. طيب السؤال الثاني، الآن هذه الأموال يلقاها زايدة، أو كان يحفظ أمانات هؤلاء الناس وسلمهم كامل الأمانات وما فيش يعني ناس طالبوا بالمبالغ، هذا المال هذا المال يعني ليس لأحد حق فيه، لا هذوك اللي يخبيوا عنده ولا هو، يعني هو يقول ماشي تاعي، هما يقولوا وهو متحقق منهم كاع المال ماشي تاعو الزياده هذه، وربما ربما ما عرفناش، انا نقول احتياط الاستاذ محمد يصدقهم. قالت لك الان نزكيو عليهم ولا لا؟ ما يزكيش عليهم، راح يديهم الجمعيه خير ماهوش تاعو. ما لا لا يعني لما يلحقوا له الزكاه، هو زكاه المال تاعو هل يدخلهم مع الزكاه ولا ما يدخلهمش؟ هذه ماله وحده وهذو وحدين ماهوش تاعو. نعم. والاخرين قال لك ماهوش تاعهم. في هذا الحال في يديهم الجمعيات الخيريه، ولا يديهم كما يقول يعرف ناس فقراء محتاجين مساكن بزاف، ولا مشاريع عامه يمدهم منهم وخلاص، يعني بمعنى يرتاح ويعود عنده اجر عند الله سبحانه وتعالى، وما يتصرفش فيهم هو اصلا خلاص، ما يديرهمش كاع في حسابه، هذا يعتبر مال الله وخلاص. سؤال ام هناء من البوليده، عندها بنتها زوجها مات رحمه الله من 5 سنوات، تدخل لها المال يعني وصل النصاب وتزكي عليه من 5 سنوات. الان الناس يقولون لها ما تخرجيش عليه الزكاه، الان كل عام تخرجي الزكاه تتوقف. تخرج الزكاه وجوبا ما دام الايتام وما ادراك، يعني كما يقولون نخبوا لهم الاموال وهما يتامى. الزكاه ما دام المال وصل النصاب تاعو هما وهو ملك لهم ودار عليهم الحول، مهما كانت يعني الظروف لا غير تخرج عليهم الزكاه ما دام فيها شروط، شروط تاع الزكاه موجوده، اذا الزكاه قد وجبت تخرج عليهم كل عام. ولهذا يعني شفت سيدنا عمر قال تاجروا في اموال الايتام حتى لا تاكلهم الزكاه، يعني الانسان لازم يتاجر فيها، يعني الناس الصالحين الناس بما اتقياء لي خبراء في التجاره، ماذا بينا واحد يمد هذا المال هذا يعني على سبيل مشاركه في كما يقولوا اعمال كثيره اللي موجوده اليوم، يدخل في معاملات يعني في معاملات تاع في السيارات ولا في العقار، ولا يدخل معاهم يعني في الشراء والبيع باش يخدم هذا المال ويربحوا باش يزيدوا ينمو، باش ينمو ويخرجوا زكاه اكثر، خير ما يقعدوا حابسين. وما دامهم هما كما يقولوا 200 مليون هذا عام وخرج، ما زالها 100 وشي ها وخرج العام الجاي، ولي بعده يخرج ما زالها 100 وشي غادي يخرج حتى تاكلهم، حتى تلحق الى النصاب الحقيقي، لما تزيد هذاك النصاب الحقيقي زيد تخرج الزكاه يولي تحت النصاب، ما تزيد تخرج الزكاه، ولكن هذاك المال كله 100 وشي كاع راحوا هكذاك، يعني لو خدمتهم كانوا هذاك 100 وشي يولوا 300 ولا يولوا 500 ويعود يكبر تكبر المال. ولهذا يعني المال الراكد المال الحابس منبوذ في, 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 في الاسلام. نعم. يعني بمعنى ان الله سبحانه وتعالى ما يحبش المال الحابس، يحب المال يتحرك، حركوه المال على هذه، ان الذين يكنزون الذهب يكنزوا هذه يتعاقبهم ربي بالمال تاعهم اللي خباوه، لازم المال يمشي يتحرك ما يقعدش حابس، والله اعلم سبحانه وتعالى ربي يوفق الجميع. امين. تقول انها لما تخرج زكاه مالها يعني عندها مجموعه من الفقراء اللي تعطيهم، بينما تتاخر فقيره منهم، يعني ما تلاقاهاش ربما على شهر يعني من اي نعم استاذ محمد، هو كاين شوف الفقراء كاين ناس حالين تعرفهم وتقدر تعطيهم، حنا المهم الزكاه تخرج من مالك هذا هو الاصل، من بعد وقت تمديها هذاك ما فيهاش مشكل، نحوسوا حنا الان تخرج من الزكاه، هاوليك المال تاع الزكاه عندك 200 مليون شحال 200 مليون فيها 5 ملايين، خرجي 5 ملايين حطيهم بجهه، الان هذوك الفقراء حوسي عليهم، قال بشكون فلان هاوليك تزكيلو تروحي له تعطي له، فلان ما جاش نستناوه خبي ماله حتى يجي ولو شهر
لما يجي، لان امان ان خرجت الزكاه خلاص كي خرجتيها عند الله خرجتيها. دوكا كتسني مولاها مولاتها هذه الزكاه كتسنى في مولاتها ولو شهر ولو شهرين، لما تجي تقول لها كي امنتك ولات امانه عندها دوك. والله اعلم. بارك الله فيك. طيب مصطفى من خنشله يسال عن الراتب هذا اللي راح يتقاضى فيه. دوك المؤسسه هي اعلم استاذ محمد. بمعنى هو اعلن وصرح ودفع والمؤسسه اعلموا به عارفه واش كاين، خاصه لما كان في مرض، في كل ما كان في المرض هما يعلموا به، اعطاوه لانه هو مريض، اعطاوا له راتب حق المرض تاعو لانه اقعد من اجل المرض، فلهذا اعطاوا له الراتب بناء على المرض اللي كان فيه، والان ياخذوا. والمؤسسه هي اعلم، ما دام هي تعطي له هي اعلم، حلال عليه. والله اعلم في هذا. بارك الله فيك، شكرا. معنا المتصله فضيله من قلمة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال الشيخ. تفضلي. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة تروح للحمام مع الزوج ساعة ولا لا؟ قال لي حرام أنك تروح للحمام مع الزوج ساعة. نعم. فيما يخص السؤال الثاني. تفضلي. الزوج عنده دين في المال. نعم. هي وقالوا له تقدر تخرج، هو يخدم فلاح. نعم. يخدم في الفلاحه، قالوا له تقدر تخرج العشور يخلص بهم الدين تاعو بعد. نفهم السؤال؟ هذا العشور خاصه به هو. كيفاش؟ فهمناها شنو السؤال؟ اسكي قلت لك عنده دين كبير. هذه الفلاحه تاعو هو ولا يخدم عند الناس؟ لا يخدم هو، يكري الارض ويخدم عند الناس. اذا هو يزكي يعني الزكاه تاعو هو؟ لا شور دوقتي كاري ارض ودايرها قمح. نعم، يعني هو اللي يزكي. كي يحسب كيما نقولوا يخرج العشور هذاك، هذاك العشور يخلص به الدين تاعو يقدر ولا لا؟ ماشي فاهم نفسها ماشي خلاص. زكاته هو اللي خرجها. هل زكاة يسدد بها الديون تاع الناس؟ نعم. واضح ان شاء الله. مفهوم السؤال؟ مفهوم. نعم. وهذه الارض اللي كاريها. ايه؟ عنده من 88 هو كاريها. نعم. ويسلك كل عام، كل اسمه هو مش بكونترا، الكونترا تاعو كل عام يجدد، كل عام يسلك. المهم مولاها ما ساكنش هنايا، مولاها في فرنسا، كل عام يسدد يخلص المبلغ اللي يطلب منه ويفلح فيهم. نعم. وهذا الانسان ما عندوش الاولاد، ما عندوش ربي. دوقاتي هو هذا الراجل كبير ومريض، حد يشرعوا فيها باش يديها. قال لي كان هذوك باش كون يموت يحوس حولت خوه ولا حامل باش كون يورثها. قال لك انا اللي نورثها نديها انا، هي ارض استصلاح. كيف يورثها؟ هو ماهوش وارث. ما هو مش وارث معاه، كيف يورثها؟ ما فهمتنيش. كيف يورثها هو مش وارث معاه؟ قلت لك هو ماهوش باش يورثها، قلت لك هو كيحوس دوقاتي مثلا هذا الانسان كي ما عندوش الاولاد. قال لك انا دوقاتي يحوس ولد خوه ولا يورثها، انا من 88 وانا نسلك عليها. كل عام نسلك عليها. قال لك دوقاتي انا نمزحها في ميزان الشرع باش نديها انا. ان شاء الله يكون يسمعنا يا فضيله. تصلح ليه؟ نعم، ان شاء الله يكون يسمعنا زوجك لما يجاوبوا الشيخ. ان شاء الله يرحم والديك. هذه حقوق الناس. ونقدر ندي النيميرو تاع الشيخ ولا لا؟ نعم، نقدر ندي النيميرو تاع الشيخ ولا لا؟ خلي رقمك عند الزملاء ان شاء الله ويتواصل معك. ايش يرحم والديك. شكرا. طيب نضيف اتصال محمد من العاصمة. نعم محمد تفضل. طيب نجيب ان شاء الله. قطعت مكالمة محمد. بالنسبة للسؤال الشيخ فضيلة من قلمة، حكم ذهاب المرأة للحمام مع زوجها؟ وراها المانع. نعم. وأنا أقول لك حرام، هذه وراها المانع. هذا كاين حمامات يدخلوا كما نقولوا في غرفة واحدة الزوج والزوجة، يا أخي هذه مرته ما هو وهي راجلها، وراها الحرام هذا.
فهمناش احنا محمد الفتاوى كيفاش لا ما فهمنا فيها ولا النصوص اللي وارده يقول لك ما فهمناش هي امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها مع رجلها مع رجلها ودخل حمامه وراه عنده غرفه وحده ما كان حتى تعرف الشيخ التزام بظاهرية النص عند بعض الناس تعرف انا ولكن هذا الظاهر لا يطبق في هذا المكان لا يطبق احنا اصلا المشكله في الحمام ماشي غير في الاخر المشكله في الحمام الان اصبحت خلاص حمامات اجازها الفقهاء واجازها الصحابه رضي الله عنهم الان ما دام منفرده يعني نعم يؤتمن على كما يقولوا على العري كان خش بعض النساء ما دام جاتنا في الكلام في هذا بعض النساء يعني ما يحترموش يعني يعروا روحهم كل بما انها مراه وانا مراه تعري روحك هذا حرام عليكم ما بين السره والركبه حرام على مراه واحده اخرى تشوف هذا المكان من لهنا حرام عليها ممنوع فلهذا يعود الحمام حرام عليها إذا كانوا يتعرّوا هكذا حرام عليهم الحمام ما يجوش أما إذا كان يعني محترم الحمام محترمين ولي يروحوا يحموا محترمين يحترموا هذه الشروط هذه ما فيها حتى مشكلة لا. خاصة الحمامات الآن راهي بمعنى أن الحمد لله فيها تقدم كبير وفيها أشياء كثيرة وزيد على ذلك هذو راهم في غرف هذا غرفة واحد مستقل يعني كلاهو في الشمبرة تاعو في داره أو مستقل مع مرته وراه المانع أيوة المانع ما دام هو الحلاليه معاه ماهيش برانيه ولا برانيه يشوفوا فيهم الناس ولا ولا كلش مغلوق في شومبرا وحده هو مع مرته هذا لا شيء فيه ان شاء الله بعضهم يستدل بحديث عائشه لما جاوها اهل العراق قالوا لها تعرف النص يا شيخ قالت لعل كنا من النساء الذي يدخلن الحمام وذكرت الحديث نعم هذا امور كلها الصحابه رضي الله عنهم كما نقول احنا عاشوا وسمعوا سيدنا عمر اجازها اهل الشام مكه مع يعني ليس اهل حمام ما مش من اخر ما هذوك مساكن خاطي ماشي كيف كيف الان لما شاف سيدنا عمر تقدمت وخاصه امورها فاباح في الحمام اليوم ماهوش كيما الحمام القديم الان تطورت الامور واصبحت كما نقولوا شيء اخر لهذا بكري كانوا يحرموا الحمام طول خلاص وكان يقول لك الا المريض الا بمعنى اللي تكون المراه حائض او تكون مرأة نفسها او بمعنى مرأة مريضة اللي يجوز لها باش تروح الحمام الان خلاص الان اصبحت يعني اشياء هذه كما نقولوا تطورت الامور واليوم يعني تشوفوا النساء مساكنين ما عندهمش وين يتحموا من الديور مشاكل يمرضوا برد وكذا هذا هو سخون يروحوا مساكن باش يتحموا ينحوا الجنابه وراهي محترمه الحمد لله المهم بشروط كما قلنا الانسان يحترم الشروط خلاص هل لزوجها يعني يسدد الدين اللي عليه من الزكاة؟ ما صحش يعني الزكاة لا تزكى إلا بعد خروج الدين لأن المال هذا راه معلق بناس هذا الناس هذا أصحاب الديون كيف يجوز الواحد مثلا يجوز الواحد قدامك أنت تسالي له 100 مليون ويروح يصدق 50 مليون تسمحي له أنت تقول كيفاش؟ أنت باش تجي تصدق صدق الدين تاعك وما راح تصدق على روحك كيف تروح تمد للناس تخلص لهم وانا يراني نسالك وانا نسنى فيك وراه الدين تاعي ابدا بالدين تاعي سدد لي الدين تاعي وانت ربي يعاونك في الصدقه من بعد صدق كيما تحب هذه نفس الشيء كيفاش يخرج الزكاه والدين عليه لا خرج الدين عليك للدين عليك قبل خرجوا من بعد خرج الزكاه لما بقى الا بقى لك من المال والناصب تاع الزكاه تاعك خرج الزكاه بعد ذلك خرج الزكاه اما وانت كما دين اذا عنده مثلا يرسم القمح ايه او يخرجها قمح الزكاه ايه ويخرجها قمح ولكن هو الزكاه ما يبيعها يبيع ويخرج الديون يبيع من بعد يخرج الديون تاعو ويشوف واش بقى يخرج الزكاه المهم ان المزكي لابد يكون خالي من الدين في كلمه حول سيدي الارض هذه نعم ما دام اصحابها صحابها مسكينه في فرنسا قال لك شيخ كبير زعما ومن بعد نعم هو بدا فيك ثقه خدمك سلف لك هذا الارض خدمت فيها وراك جبت الرزق منها تبارك الله ولكن ان ما يتوفى عنده الورثه روح الورثه تاعو وقول لهم ها واش كان يقول انا ماني مخدم عليها في عود المد دوك في عود وعد هكذا انا نعود نمد لكم تسمحوا لي نعود نمد لكم انتم الاجر هذاك وخلاص ويبقى في الحلال ويبقى فيها وخلاص وربي يوفق نعم بارك الله فيك شكرا دكتور كمال اتينا الى خاتمه هذا اللقاء شكرا لكل الزملاء وزميلات في الخدمه ان شاء الله تبارك وتعالى الى لقاء قريب في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.